عشان صيتنا وسمعتنا يوصل لبره، وعشان قيمة مصر الحقيقية تظهر، مش الصوت الحقيقي عن مصر والصورة الحقيقية عن مصر الحضارة ومصر القيمة ومصر التاريخ، مش مصر الزعيم ولا مصر السباب ولا مصر التجاوز. مصر حلوة قوي، وناديها الكبير الأهلي لما يحقق إنجاز يكون واحد من أهم روافد القوى الناعمة. نسمع الأشقاء العرب وبينهم المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي وهو يحرص على تهنئة الأهلي. من خلال هذا الفيديو نوجه التهنئة الحارة للنادي الأهلي بمناسبة تتويجه باللقب الخامس على التوالي واللقب الثاني والأربعين في مشوار وتاريخ هذا النادي العريق. وبالمناسبة نوجه خالص التهاني لكل عشاق النادي في مصر وخارج مصر، متمنيا لهم المزيد من الأفراح والمزيد من النجاحات والإنجازات بألقاب أخرى محلية وقارية كذلك. كل التوفيق لنادي القرن، ألف مبروك. وننتظر منك أيها الكبير حفيظ دراجي مزيد من التهنئة ومزيد من المتابعة ومزيد من الحب. نبادلك الحب بالحب يا أستاذ حفيظ.